بتفعيل للمادة 42 من قانون المرور، والتي تنص على: يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور سحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة مع لوحاتها أو الاثنين معا سحبا إداريا لمدة أقصاها 4 أشهر، وستقوم اعتبارا من يوم الأحد الموافق 30 من أكتوبر لعام 2016 بمخالفة المركبات التي تقوم بتعضيل أو إعاقة حركة المرور في جميع الطرقات، وسيتم سحب لوحاتها المعدنية ووضع ملصق على زجاج المركبة يوضح مكان مراجعة المخالف لدفع الغرامة واستلام اللوحات المعدنية بعد انتهاء فترة سحبها. كما تنوه الإدارة العامة للمرور بعدم جواز قيادة المركبة نهائيا بدون لوحاتها المعدنية.